السلام خوتي وخواتاتي، عاوتاني جيت لكم واحد التطبيق اليوم جديد. صراحة أخطر تطبيق شو كيمكن لك أنك تعرف التليفون ديالك فين بلاصة كاين إلا قدر الله تسرق لك، وكيمكن لك فيه واحد الميزة الصراحة اللي جد خطيرة، أنك يمكن لك تبلوكي تليفونك من بعيد. هو من خلال أنك تفعل مفعل الكونيكسيو داك اللي سرقو يكون فاعل الكونيكسيو. إن فوق يفعل الكونيكسيو ولا كان طاح لك ولا قدر الله ولا شي حاجة، يمكن لك تطلع عليه النمرة ديالك يعيط فيها، كتبلوكي ليه التليفون لك المحلول. المهم هاد التطبيق جد مميز، تابعوا معنا الشرح حتى الاخر. تابعوا معايا الشرح حتى الاخر. هاد التطبيق صراحة جد مميز، غتلقاو الرابط ديالو تحت في الوصف، نخلو ليكم. ها هو سميت التطبيق، يمكن لك تيشارجي من البلاي ستور، سميتو جوجل لوكاليزاسيون. يمكن لك تدخل ليه دابا، هاد الايميل اللي الفوق كما كتشوفوا هو اللي غنمكن لي نخدم عليه. بعد ما كتدخل كتفعل طوريزاسيو ديال جي بي اس، كتعرف سمية التليفون هو هذا، هو ايتيل، كيعطيك نوع الباتري في كل شيء ديالو. هو خصامي، يمكن لك تصوني ليه وخصامي فيه. كما كتشوفوا ها هو التليفون ايتيل 56، ها هو كيصوني الشير. كما قلت لكم تقدر تعيطوا الخاصية الاولى انك كتصوني ليه، سمعتوا، والخاصية الثانية انك كدير شيما، يعني تقدر دير تكوديه. تقول له عافاك رجع ليا تالي، المهم كدير الماتشك هنايا كتجي ليه كما كتشوفو، كتلقى عافاك رجع ليا تالي، كيوريك على ابل، كدوز لابل. المهم انك كوديتيه دابا ميمكنش يدخل ليه. هادي ميزة مزيانة صراحة، كتفاد انه يدخل لك التليفون، ويمكن لك من هاد لابليكاسيو حاجة اخرى انك تفورماطي تليفونك. هادي الميزة التانية، وهاد التطبيق صراحة جد خطير، كتفاد انك المشاكل بزاف تحويج. وكنتمنى يعجبكم التطبيق، ويمكن لك قلتلك تفورماطي تليفونك، وكتعرف التليفون فين بلاصه كاين. نفعل جي بي اس. وكنتمنى يعجبكم هذا التطبيق صراحه، ما تبخلوش عندنا شي جيم شي كومونتير باش نواصلوا ان شاء الله نعطيو اكثر. كما قلت لكم الخوت، بزاف الناس زعما عندي صراحه المحال كيسولوني هاد المشكل ديال كيفاش نقدر نبلوكي تليفونو طاح ليا، كيفاش نعرف انا نخلي النمرة، بزاف د الحوايج صراحة. انا جربت على هاد التليفون هذا كيما وريتكم في فيديو، غتشوفو بزاف د الحوايج صراحة. انا مشى لك التليفون راه مشى لك بزاف د الحوايج لي طوني، بزاف د الحوايج كلك شي حاجة اخرى. كنصح بزاف د الناس ملي تبغي دير شي حاجة ديرها في الجيمايل ديالك باش تكون نتا مسيكيليزي راسك، حيت الجيمايل هو اللي كيهزك لي دوني بزاف، يعني في خلال التصاور ديالهم في الجيمايل. وكنصح حاجة أخرى، أن الجيمايل ديالك يكون ديالك بوحدك، يعني من نتا ميصابوش كمول التليفونات، حيت كيصابوك مول التليفونات ولا أي شخص كيصابوك يمكن يدخل التليفونات، يدخل التليفون ديالك ويعرف كلشي، يعني أي حاجة كديرها في التليفون كيعرفها. يعني تجنب هاد القضية هادي، التليفون ديالك كيبقى عندك، ثاني حاجة الجيمايل ديالك كيبقى عندك بوحدك، نتا اللي كتكون عارفو،
يعني الجيميل راه هو كلشي، هو التليفون. الجيميل هو كتعرف بزاف تحوج لي دوني ديالك. هذاك الجيميل كتحط فيه انت تصاور اوتوماتيك، ممكن كيحط تصاور، كيحط الفيديوهات، كيحط الماري، كلشي. ملي كتضرب في التليفون كتكون في الجيميل. يعني نفضل انك كتعرف شي حد خوك ولا شي حد هو اللي صاوبك الجيميل. انا القضيه ديال انهم الحانة يصاوبولك ولا شي حد يصاوبولك، كتولي انت اللي معرفك بزاف الحوايج، راك عارف القضيه ديال الشوهه ولات فهاد القضيه بزاف الحوايج. اذا تجنب ان شي حد يصاوبك فيه الا كتثق فيه ثقه عامه، حيت الجيميل كما كنقولوا راه هو كلشي. وتكون حافظه باش تافيت انك تفلاشي، حافظه قيدو في ورقه بالستيلو وخشيه في الماريو ديالك. انا صراحه ملي كنت كنصاوب الجيميل شي واحد كنبقى انا هاني، يعني كنكتبو له في ورقه بالستيلو اصلا كنساه، ما كيبقاش عاقل عليه. انت ولا واحد اخر ولا خشيه ولا المكان، الجيميل ديالك قيدو في ورقه بالستيلو وخليه عندك سيكيزي راسك. ثاني حاجه، هاد الجيميل راه كينفعك بزاف الحوايج نتوما كيمشيو، نفعك بلي نعرف تليفوني فين خليته، فين مشى، فين اي بلاصه خليته. يقدر يكون مخبي طاح لك في الدار، كتصوني على راسك كتعرف فين هو. اما لا تشفر لك كتعرفو عاوتاني فين مشى لك. و هادشي اللي قلنا غير بس سهلك وبلا ما تهلك. ما تنساش خلي شي اشتراك وشي ابوني، شي اشتراك وشي كومونتير وشي جيم صراحه باش نواصل نعطيو اكثر. ديما ان شاء الله غادي الجديد على ميزه ديال التليفونات وميزه ديال التطبيقات. كل تطبيق صراحه وكيعطي الفائده ديالو. هذا التطبيق اللي شرحت لكم اليوم صراحه عجبني. علاش؟ حيت كيعرفك فين بلاصه طيح شي تليفونك او تسرق لك، كتعرف البلاصه لا قدر الله. اما انا مشيت فلاشار في البلاصه وانا ما عندك ما دير صراحه، غير انت كتسيكيليزي انك كتشوف يمكن لك كان تليفونك محلو كتبلوكيه باش ما يقربش ليه، فهمتي؟ ما يمشيش لك لي دوني ديالك. وحاجه اخرى راه ناكد عليها، ان الجيميل حاول تصاوبر راسك، حاول تصاوبر راسك الجيميل ديالك يكون انت اللي عارفه بوحدو بوحدك باش تيفيتي المشاكل صراحه. بزاف الحوايج كيولاو كيقعوا في الاواخر صراحه. كيدخل لك الجيميل كيعرف تصاور لا تصاور لا مندوي، راه هادشي لعيب وحشومه. هذاك الشيء علاش بنادم الا ما عرفتيش شي حاجه دخل اليوتيوب وتعلم، ما فيها باس، راه كاع ما كناش عارفين وتعلمنا بزاف الحوايج. اذا ما فيها والو الا تعلمتي كيفاش تصاوب، فتح جيميل الا درتي في اليوتيوب كيفيه فتح الجيميل وانشاء جيميل، راه بزاف الناس شارحينو تمنين وجبد بزاف الناس شارحينو. اذا حاول تصاوب الجيميل راسك، حساب ديال الجيميل صوب راسك، ما خسر والو، ما يديش لك حتى 3 دقائق، وتقيدو في ورقه وستيلو وتخليه عندك باش نهار الا مشات تفورماطي التليفون راه كيطلب لك الجيميل. والجيميل هو فلاش، الفلاش دابا ديال الاواخر بدا كيصعب. اذا ايفيتي مشاكل انك غتمشي عند مجموعة شي تليفونات ولا شي حد غيفلاشي لك الثمن. اللهم نص خطيه كيقولوا خطيه كامله، انت ورقة وستيلو ما قلت عليه، وحط لي دوني ديالك في الجيميل ديالك وكتبقى هاني. وانا غنشارك معكم الحمد لله كل جديد. كنتمنى ما نطولش عليكم صراحه، وديروا بنصيحه ديالي. هادشي كامل غير سبيل الله صراحه، راه رزق الله ربي اللي كيرزق. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وهذا التطبيق هذا، غنخلي لكم الرابط ديالو تحت في الوصف. وما تنساوش تخلو شي جيم شي كومونتير باش نوصل ان شاء الله ونتقوم اكثر.